اليوتيوبر أحمد حسن خرج واتكلم بعد حريق عربيته وقال حاجات كتير مهمة، وأكد المعلومة اللي قلتها النهاردة إن العربية ممكن يكون فيها عيب فني خطير. يلا بينا نبدأ، أنا ماجد يحيى ودي قناتكم أسرار ومعلومات. قبل ما أتكلم على اللي حصل النهاردة عايز أقول لكم إن عملت فيديو شرحت فيه إيه هو العيب الفني الخطير اللي ممكن يكون تسبب في حريق عربية أحمد حسن، وده كان نتيجة بحث على الإنترنت اكتشفت فيه عيب فني شائع في العربية وتسبب في حريق من نفس النوع من العربية في أكتر من بلد. فمهم جدا تشوفوا الفيديو ده الأول، هيظهر دلوقتي أعلى الشاشة عند علامة الآي وبعدين كملوا القصة. طلع اليوتيوبر الشهير أحمد حسن من شوية للحديث عن الحريق اللي دمر عربيته المرسيدس من تراس سي ال 200 وحكى إزاي الحريق حصل. احمد قال انه كان ماشي على الدائري وفجاه في عربيه تانية شاورت له ونبهته ان في دخان طالع من عربيته، وفعلا لما ركن ونزل عشان يتاكد شاف دخان كتير طالع من تحت العربيه من الجنب اليمين من ناحيه الكبوت، وبعد كده حاول هو وشخص تاني انه يطفوا العربيه لكنهم فشلوا، النار كانت بتزيد وقال ان اكتر من 30 طفايه حريق خلصوا وما عرفوش يسيطروا على النار. انا اللي حصل معايا عكس كده خالص، انا ماشي بالعربيه مفيش اي حاجه نهائي، فجاه لقيت حد بيكلكس لي وبيشاور لي جنبي عربيه تانية جنبي، ففتحت الازاز ايه في ايه لقيته بيقول لي في دخان طالع من عربيتك. فاول ما ركنت والشخص ده ركن، اول ما نزلت بصيت على منظر العربيه لقيت كميه دخان رهيبه طالعه من ناحيه الكبوت، طالعه كده حاجه اكن في حاجه غريبه بتحصل، وقلت اروح افتح الكبوت اشوف ايه في ايه اللي بيحصل. لسه هقرب عندي الكبوت لقيت الكبوت بيولع، لقيت في نار قايده في الكبوت ناحيه اليمين. فطبعا النار دي قايده، اول حاجه عملتها جريت انا والراجل اللي هو كان برده وقفني دوت، راح جاب طفايه حريق من عنده وانا جبت طفايه حريق من الشنطه عندي في العربيه، وحاولنا نطفي الحته اللي ولعه دي، الطفايتين خلصوا وما طفتش، بالعكس دوايت ازيد. طبعا الطريق الدائري كله وقف، الطريق كله وقف والناس كلها نزلت، كله حوالي بتاع 25 30 طفايه حريق، حرفيا 30 طفايه حريق بنحاول نطفي العربيه ما بتطفيش نهائي. احمد حسن اكد ان العربيه كان فيها متعلقات شخصيه غاليه جدا، منها فلوس ولابتوب ابل وموبايل وكاميرا وحاجات تانية، واكد انه مش عايز تعويض عن اللي حصل، هو عايز عربيه من الشركه زي بتاعته، خصوصا ان بقالها 5 شهور ومشيت 10000 كيلو بس. انا مش عايز اي حاجه نهائي، اوعوا تكونوا فاكرين ان انا طالع اللايف ده بطلب بحاجه، انا مش عايز اي حاجه، انا عايز بس حقي، انا ده تعبي وشقايه، انا مش عايز بقى، انا مش هقول لكم انا عايز الفلوس اللي كانت في العربيه، انا عايز اللاب اللي كان في العربيه، انا عايز الكاميرا على ان ثمنهم غالي جدا وبارقام، بس انا من الحاجات دي خلاص مستعول ربنا فيها، بس انا العربيه دي تعبي وشقايه. احمد حسن اكد انه ما عملش زي الشاب الروسي اللي طلع ولع في عربيته لانه مش محتاج شهره، وكمان هو مش طالب تعويض ومش هيرفع قضايا يطلب فيها بتعويض مادي عن اللي حصل بسبب تعريض حياته وحياه بنته ومراته للخطر، هو عايز عربيه زي بتاعته لان ده شقاه وتعبه اللي فضل يحوش فيه سنين كتير، والاهم انه اكتشف من الرساله اللي بعتت له ان الموديل ده اتكرر فيه الموضوع ده قبل كده. راسل دماغكم للدرجه دي ان انا واحد عايز اعمل شو اروح جايب عربيه ثمنها مليون جنيه واولع فيها؟ هل في بني ادم عاقل ممكن يقول كده؟ طيب انا بعتت رسائل كتير، مش عارف بتقلد واحد امريكي ولا روسي ولا مش عارف ايه ولع في عربيته، هو انتوا شفتوني واقف بولع في عربيتي ولا شفتوا عربيتي ولع ايضا نار وانا ما باليد حيله مش لاقي حاجه اعملها؟ انا بس عايز حقي، انا واحد عربيتي ولعت قدام عيني بدون اي سبب، فانا عايز حقي، عايز حقي اللي هو ايه يا احمد اللي هو استبدلوها لي، ادوني واحده مكانها. طبعا انا شخصيا مستبعد فكره انه يكون احمد حسن متعمد يولع في عربيته، لانه ببساطه مش محتاج دلوقتي يعمل ده، لو من سنتين كنت قلت لك ماشي عايز تشهر، لكن دلوقتي هو اتشهر وبقى معاه ملايين، فمش منطقي يخاطر بكل ده ويعمل حركه زي دي مش هتفيده بحاجه، والاهم انه مش طالب تعويض، والتعويض هنا المقصود بيه تديله ثمن العربيه وفوقيها تعويض، يعني مثلا يرفع قضيه عن الشركه ويطلب 5 مليون جنيه تعويض، مليون جنيه قيمه العربيه و4 مليون جنيه تعويض عن الاضرار اللي لحق بيه، وفي ناس كتير بتعمل كده في الحالات اللي زي دي، بس هو قال انه مش عايز تعويض، هو طالب بس عربيه زي بتاعته من الشركه، يعني مش عايز يكسب من ورا الموضوع ده حاجه، وعلشان كده الواحد ما يقدرش يحكم على النوايا، الواحد بيحكم باللي بيشوفه وبيسمعه. يلا اشوفكم على خير.